السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم المهندس احمد ابو طاقيه، والنهارده ان شاء الله هنغير هارد اتش دي دي لهارد اس اس دي، وهنزود رامات من 4 جيجا ل 16 جيجا على رامتين الواحده 8 جيجا. نشتغل بنظام الدول تشانل لابتوب من نوع ايفو من شركه سامسونج. بس قبل ما نروح لبدايه الفيديو ده، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نعمل اللي قلنا عليه. زي ما قلنا قبل مقدمة الفيديو، هنعمل النهاردة تغيير الهارد الـ HDD لهارد SSD من نوع ويسترن، وهنشيل الرامات الـ 4 جيجا رامة واحدة، وهنحط مكانها رامتين الرامة الواحدة 8 جيجا، بحيث ان تكون المحصلة 16 جيجا بنظام الدول تشانل للابتوب من شركة سامسونج من النوع ايفو، وكل لابات ايفو طريقة واحدة، وغالبا برضو كل اللابات بتاعتنا طريقة واحدة. بس هي الفكرة كلها ازاي تفك اللاب ده من غير ما تعمل اي مشكلة في الجسم بتاع اللاب وانت بتفكه. يعني انت المسامير هتفك كل المسامير، وبعد كده ازاي هتفك الكليبسات اللي قافلة الكفر من تحت اللابتوب عشان تشوف المذر بورد وتقدر تغير اللي انت عايزه جواها، سواء الرامات او سواء الهارد الـ HDD. غالبا معظم اللابات بيبقى فيه مكان كفر صغير كده موجود على الهارد، تقدر تفكه هو لوحده، وبالتالي بعد ما تفكه وترفعه هتلاقي الهارد تحتيه، تفك الهارد القديم الـ HDD وتحط هارد SSD وتربطه تاني مكان، وترجع تقفله وترجع تشغل الجهاز بتاعك وتعمله نسخة ويندوز والجهاز يقوم معاك عادي. وبرضو احيانا الرامات بيبقى عليها برضو باب صغير او كفر صغير تقدر تفكه لوحده، وتقدر تزود رامات زي ما انت عايز، وتروح قافل مكان الرامات وتشتغل عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بس وانت بتفك الرامات، يفضل لو الرامات مثلا من النوع DDR3 او DDR4 تجيب نفس الرامات وتراعي التايم بتاعها والفريكوانسي بتاعها. النوع مش هيفرق كتير، من شركة ايه، شركة سامسونج، اي شركة كورسير مثلا او اي حاجة، مش هيفرق معاك. ولكن يفرق معاك هي فريكوانسي قد ايه، والنوع بتاع DDR3 ولا DDR4، والتايم بتاعها قد ايه، ده اللي هيفرق معاك. عشان ما نطولش الفيديو، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في اللاب، وبعد كده نرجع نعمل بوت اب ونشغله ونشوف السرعة فعلا هتفرق ولا لا، وبعد كده هنختم الفيديو. هو طبعا كان في رامة واحدة، الرامة دي كانت 4 جيجا DDR3 1600 CL 11 12 800 SBC3، ودي كانت A data. هنشيل احنا الاربعة ونحط مكانها اتنين سامسونج الواحدة 8 جيجا بنفس المواصفات، ولكن ممكن كمان تكون اعلى شوية، 8 جيجا BC3L 12 800 S DDR3. بتركب ازاي؟ خلي بالك ادي في مكان كبير وفي ايه مكان او سلوت صغير، يبقى انت تظبط نفسك تروح حاططها كده بالمنظر ده اهو. حاول بس اجيبها لكم، اقربها لكم كده للكاميرا عشان تعرف تعملها لو حبيت تزود. وده كده طبعا لو انت زودت الرامات وركبت هارد SSD هتبدأ تحس ان الجهاز بتاعك او اللابتوب القديم بتاعك بقى طيارة، بقى جهاز كويس جدا تقدر تعتمد عليه. ولو في كارت جي بي يو متوسط او كده تقدر كمان تلعب بيه العاب، ويبقى سريع معاك جدا في الجيمنج، او سريع معاك جدا في الويندوز على سواء البرامج او فرجة الافلام او الاغاني، او زي ما انت، او تصفح الانترنت برضو، او زي ما انت تحب. هنبدأ نركب الرامة الاولانية اهو، وتروح ضغط لتحت ركبة الرامة الاولانية. هنركب الرامة التانية اهو، اهي ركبت كده، ركبنا الرامة. هنبدأ بقى نخش كمان في الهارد الـ SSD. يعني كان العادي جدا بتاعه زي ما انتم شايفين كده اهو، نوع توشيبا 500 جيجا. هنستبدله بهارد ويسترن ديجيتال بلو SSD 500 جيجا. الهارد ده ثمنه 1250 جنيه، 500 جيجا، وبينقل ب 560 ميجا بير سكند للريد للقراية، و 530 ميجا بير سكند للرايت او للكتابة او كتابة الداتا على الهارد، وضمانه 5 سنين هنا في الوكيل بتاعه في مصر. نفتح بقى علبة الهارد.
طبعا الهارد بالمنظر ده اهو، لونه اسود. بيقول لك ريموف بيفور انستولينج، يبقى قبل ما تركب لازم تشيل اهي، تشيل دي. طبعا الهارد مش هينفع يركب كده مباشرة، هنبدأ ناخد القاعدة او البيزمنت المعدن اللي راكبة على الهارد الاصلي بتاع الجهاز، وهنركب الهارد الاس اس دي جواها. يلا بقى نفكها مع بعض كده. كده احنا فكينا الهارد الميكانيكال او الهارد الاتش دي دي. هنركب بقى الهارد الاس اس دي. طبعا في فرق في الوزن، الهارد ده تقيل جدا والهارد ده خفيف جدا. هنبدأ نركبه بنفس المنظر اللي كان التاني راكب عليه. وبكده احنا ركبنا الهارد الاس اس دي مكان الهارد الاتش دي دي على البيزمنت بتاعته زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. كده ركب كده الهارد ديسك. هنبدأ نربط الهارد ديسك والمسامير بتاعته. هنعمل نسخة الويندوز وهنفتح الجهاز ونشوف اللي تم في الجهاز. وطبعا دلوقتي بعد ما غيرنا الهارد الاتش دي دي بهارد اس اس دي، وغيرنا الرامات الاربعة جيجا برامات 16 على رامتين، الرامة 8 جيجا نظام الدول تشانل، دلوقتي هنعمل ستارت اب للجهاز ونشوف فعلا الجهاز بقى هيفتح في وقت قد ايه. اهو شغلنا الجهاز اهو، هنشوف هياخد وقت قد ايه في فتحه. طبعا الجهاز فتح وفتح معانا كل البرامج وجاب الديسك توب بتاعه في وقت لا يتعدى العشر ثواني، وده كده اول حسنة من حسنات تغيير الهارد الاتش دي دي بهارد اس اس دي. وده اللي بنصح بيه مع اي جهاز كمبيوتر او مع اي لابتوب، يا ريت تشيل الهارد بتاعه الاتش دي دي وتحط هارد اس اس دي من النوع الجديد بتاعنا، بحيث ان الدنيا معاك تبقى سريعة. وبعد ما شفنا الجهاز وعمل بوت اب في وقت ما زادش عن حوالي 10 ثواني، وشفنا فعلا الهارد فرق قد ايه في تشغيل اللابتوب من الهارد الاتش دي دي للهارد الاس اس دي، فعلا انت دلوقتي محتاج تركب هارد اس اس دي معاك، مفيش في اي حاجه سواء لابتوب او بي سي او ديسكتوب زي ما بيقولوا او كمبيوتر مكتبي عادي جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو. لو انت مشترك عندنا في القناه فانت منورنا، ولو مش مشترك يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا. لو انت محتاج اي حاجه هتلاقيني في الديسكريبشن سايب لك كل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا، سواء فيس او انستجرام او تويتر او اللينك بتاع صفحتي على اليوتيوب او البلوجر، بحيث ان انت لو عندك اي استفسار او اي حاجه عايز تسال فيها يا ريت تكتب لنا في كومنت تحت الفيديو في اليوتيوب، او تراسلني على الصفحه او تكتب لي كومنت في الصفحه او بوست في الصفحه، وان شاء الله انا ارد عليك. وبكده نكون خلصنا النهارده الحمد لله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.